السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معايا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. اهلا مساء عليكم، كل سنه وانتم طيبين على احلى ناس. طبعا بمناسبه الكومنتات اللي احنا قريناها في الحلقه اللي كان فيها الجرو الهاسكي، تمام، كوفيد طبعا اكيد كلكم عارفين يعني ايه كلمه كوفيد، بس احنا مش عايزين نتكلم في الحلقه كتير في المواضيع ديت، تمام، علشان انتم عارفين ان اليوتيوب بيحذر من الكلام في اي حاجه تخص الموضوع ده. ليه انا سميت الكلب بالاسم ده وليه الكلب ده بالاخص؟ طبعا ده مولود عندنا من خلفة سلطانة، تمام، ده الجرو الوحيد اللي انا رفضت ان انا نبيعه وقررت ان ما ينبحش، وده هنخليه للمزرعة، لان طبعا الخالق الناطق نفس الاب، تمام. طبعا الجرو بسم الله ما شاء الله جرو هاسكي، طبعا جميل جدا، مواصفاته طبعا واضحة، تعالوا هناك كده في الزرق. طبعا الجرو واضح يا جماعة، تعال 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 تعال، هاتوا زياد. طبعا الجر واضح، كمان في شراسه جميله جدا وبيعض، تمام. طبعا الموضوع العض ده اللي علمه العض الجراوي المالينو، لانه متربي معاهم من صغره، تمام. رفضت بيعه وسميته بالاسم ده، لان من طبعي ان بنحب نسمي اسم الكلب اللي انا هربيه بناء عن الحاله اللي احنا شايفينها او بنعيشها. ففي ناس كتبت لي اسم تشاؤم، ويا كابتن ما تسميش الاسم ده. لا، الموضوع مش كده. من فتره طويله وانا في المزرعه القديمه كان عندي جرو صغير، كنت ناوي اوقفه او اربيه. طبعا جرو صغير هنوقفه، يعني جرو طالع من خلفه وانا هنربيه لنفسي او يكون خاص بيا. طبعا كان في الفتره ديت سيرجي راموس، لما في ماتش كوره، لما طبعا ضرب اسمه ايه، محمد ايه، محمد صلاح، محمد صلاح، لما زق محمد صلاح، تمام. ف كان الحديث كله عن موضوع راموس 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 او سيرجي راموس، تمام. سميت جرو عندي باسم راموس، فالجرو طبعا انشهر الاسم وناس كتير جابت جراوي او انتجت جراوي وسمت الاسم ده راموس، تمام. طبعا بناء عن الحدث اللي احنا عايشينه، او بناء عن الحاله اللي احنا فيها، او اللي مصر كلها بتتكلم عنها، كوفيد، الحدث اللي انتوا شايفينه واحنا عايشينه دلوقتي، تمام. فاخترت الاسم كوفيد، علشان كده سميت الجرو ده بالاسم ده. فمش موضوع تشاؤم ولا موضوع حاجه، على الاقل باذن الله لما نعدي على خير ونطلع لمرحله كويسه، وباذن الله وبمشيئه ربنا ربنا يجعل يا رب يعني يبعد عننا الوباء والضرر على كل المصريين، على الاقل ده هيفكرني ان كان في حاجه ربنا حذرنا بيها. يعني اسم كوفيد هنفتكر التحذير اللي ربنا بعته لنا على الاقل يعني، تمام. فانا كان فكرتي من ناحيه تسميه الكلب، لان انا مفيش حد بيسمي لي كلب، انا اللي بنسمي كلابي الشخصيه، تمام. ممكن اسامي كوميديه زي قطاطا، زي ايفا، زي مش عارف ايه، زي كان عندي كلبه من زمان كنت مسميها طبعا اسم مضحك برضو، مفيش داعي نقوله في كان اسمها ايه؟ غيبوبه، وكان في مشخه، فاكر المشخه؟ مشخه كنت مسميها كده علشان كانت بتعمل حمام كتير. طبعا يا جماعه بنسمي الاسامي اللي انا بنرتاح لها، مش شرط ان نجيب حد يسمي لي ولا كلام من ده. طبعا الجرو بسم الله ما شاء الله جرو مواصفاته جميله جدا، خدت قرار ان انا ما انبحوش، تمام، وهنخليه في المزرعه مع ابوه، لان طبعا ما تنسوش ان لما بيكون عندك سلاله من حاجه، الحاجه دي بتكبر سنا، ممكن بعد كده لا قدر الله يموت وكده، يبقى فيه ابنه مكانه. زي ما وقفت بكار ابن لاكي، بنوقف كوفيد ابن ريكو، تمام. وطبعا اكيد هنوقف كلاب ثانيه كتير زي الكلاب المالينو، هنوقف منها برضو نتايات وذكوره، بس ده هيكون عدد اكبر، يعني ممكن نوقف اربع نتايات مع ذكرين او خمس نتايات مع ذكرين، وهنحاول ان احنا نحسن طبعا من تطوير المزرعه باذن الله في دفعات كلاب جايه، وهتبقى الخلفه منها فيها، يعني الموضوع هيبقى من عندنا فعندنا، ونحسن سلالتنا بايدينا. طبعا ده انا اتعودت عليه، ما بنحبش ان نروح نمال على حد نقول له حسن لي سلالتي والحاجات، لا، انا بنحب نحسن سلالتي. الموضوع ده كله يا جماعه اللي انتم شايفينه في المزرعه كلها من كلبه مواصفاتها شعبي جدا جدا، وطبعا كانت مواصفاتها ضعيفه. فالحلقه بتاعتنا كانت عن اسم كوفيد. اسم كوفيد فكرتي جات له ان هو يفكرني بيوم من الايام ان ربنا حب
يخلينا كلنا ننتبه. فما ينفعش ان احنا ننسى ده تاني، لان دايما هنفتكر اللي ربنا بعته لنا علشان نفوق ونركز في اللي احنا بنعمله ونفوق لبعض ونبطل ان احنا نأذي بعض ونبطل ان احنا نضر بعض. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم، وكوفيد بيمس عليكم طبعا، قاعد مروش. الكلب ده اتعلم الشراسه، خدت بقى الشراسه من الجراو الهاسكي لان هو قاعد معاه في البوكس دايما. تمام، شقي جدا، شرس جدا، بيعض بطريقه رهيبه. تمام، طبعا من النوع اللي هو بيشد القماش والحاجات دي كله. الكلب ده هندربه شراسه باذن الله، هيكون كلب هاسكي مدرب شراسه، يعض ويمسك والحاجات دي كلها، مش هيبقى فرخ المزرعه بس يقعد للخلفه، لا اي كلب انا هنقعده هنا يا جماعه في المزرعه فرخ طالع من عندي، ما عنديش مشكله ان ندخله عنبر الشراسه او عنبر التدريبات لمده شهر او شهرين في وسط الكلاب اللي هي بتجينا من بره. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه، واحلى مساء عليكم من كوفيد دبدوب. تمام، طبعا ده ابن ريكو يا جماعه، الاب موجود معانا في المزرعه، وكانت اول جوازه ليه ودي اول خلفه ليه. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.